المقابلات مازال البطوله ملعوبه، حنا ما غادي نتغروا نقولوا دينا البطوله، غنبقاو كنلعبوا ماتش بماتش نحتفلوا ان شاء الله مجموعين. هذا الفوز ديال اليوم كما شرت غير وسعنا به الفريق ما بينه وما بين الفرق اللي تابعينا، حنا مازال ما حسمناش اللقب، باقي الخمسه ديال الدورات، باقي تقريبا واحد 15 نقطه اللي ملعوبه، مازال ما حسمناش اللقب، ومن اللي غنحسموا اللقب هي اللي هزينا الدرع ان شاء الله.